نحن وياكم هذا الوقف وهذا العمل الخيري اللي بإذن الواحد الأحد يكون شفيع لنا يوم القيامة. الأعمال الصالحة هي الشفاعة لكم يوم القيامة. اعملوا، تبرعوا عن مرضاكم، عن موتاكم. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. أبو حزام، كلمة عن الوقف. اللي ما يجد أو ما عنده الملاءة المالية أن يتصدق، سبحان الله، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه: الدال على الخير كفاعله. ها، الدال على الخير كفاعله، مثل فاعله، الدل مثل الفعل. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا ينقص من أجر المتصدق شيء، هذه أيضا معلومة. فإذا أنت لا تملك يعني حتى الوقت أنك مثلا تدخل حساب وتحط، وهذا أنا أعتبر أنه يعني من وساوس الشيطان، يا أخي عندك البوست هذا في حالتك في الواتس، في السناب، في تويتر، أعلن عنه هو اللي غيره. يعني تخيل أنك أعلنت واحد تبرع بمبلغ وقدره لك نفسه بالضبط، لأنك دليته، أنت اللي دليته، ما دل أحد غيرك أو ذكرته، وهذا التذكير بعد دلالة. فأنت الآن أمام هذا الخيارين، إما أنك تبرع أو أنك تدل على الخير. وفضل الله واسع هنا وهنا، وسبحان الله يعطي بلا سبب، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. لكن أنت تحرك خطوة وتقدم، ومن أتاني مشي أتيت هارولة. فأنت بس ابذل، والنية طيبة، ووفق الله لعمل الخير. فالله الله في البدار، وهذه من أعمال الخير اللي الحقيقة نغفل عنها دائما، اللي هي أن احنا ندل على الخير، وندل على التبرع، وندل على الصدقة، وندل على الكفالة. فأتمنى أن الجميع يعني يحطها في باله قبل ما تنام، أرسل هذا الوقف ولا غير ذا الوقف، في تويتر، في حالتك. تخيل كل يوم في الحالة تحط لك وقف، ولا تحط لك يعني حساب فقير، ولا فاتورة كهرب، واللي هو يعني أشياء يعني أنها تكون مضمونة وموثقة. فأنت كأنك اللي سددت، وكأنك اللي بنيت، وكأنك اللي عطيت، وكأنك اللي تصدقت، وكأنك اللي كفلت، وكأنك اللي درست. فهذا شيء 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 شي كبير، لكن احنا ما نستشعر. يا سلام، الله يبيض وجهك ويكتب أجرك. أبو عبد الله، ديك العافية. بداح ديك العافية. سالم، نرجع نقول لكم، ترى حنا نطمع أن يجينا أجر مثل ما يجيكم، وتقدر تستفيد من هذا العمل ب 300 ريال في وقف الرحماء على جمعية عروة، توقف سهم. والأجمل منه أنك تصور الشاشة بعد ما تشارك، وتاخذ الرابط اللي بيطلع لك عبر الكود الظاهر عندك قدام الشاشة، وتنسخه وتقول هذا ما قدمت أنا أدلكم على الخير، وترسلها في جروبات الواتساب، عمانك، خوالك، أقاربك، أصدقاء جامعتك، أصدقاء كليتك، أصدقائك في الحياة، اللي عندك في الواتساب، في حسابات التواصل الاجتماعي، وتقول قدموا، ترى أنا سبقتكم بسهم. أنت كأنك تشحذ هممهم، لأنهم يبادرون لفعل الخير، ما راح ينقص من أجرهم شيء، وبيصلحون مثلك. واللي ما هو بمصلح مثلك بتقول له انشر الرابط، وبيروح الرابط الواحد واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف. اللي بيقدم منهم ما راح ينقص من أجرهم شيء، وانت راح يضاف لرصيد حسناتك غير السهم اللي انت أوقفته. ومدى الحياة ترى ما هي مرة واحدة. لا تعتقد انه لما يجيني رابط وقف عن طريقك وأشارك فيه أنا انه خلاص تأخذ لك الحسنة وتوقف، لا. طول ما ان هالوقف يدر علي أنا حسنات، يا من قدمت لك مثلها ما ينقص من أجري شيء، ما بقيت الأرض حتى تفنى. فهذا الأعمال اللي حنا نحثكم عليها، تراها أعمال عظيمة وجليلة، ونحث أنفسنا قبل ما نحثكم، لكن نقول لكم بادروا. هنا الأثر، هنا الاستحقاق بأمانة. الآن الشخص اللي يعمل في هالأوقاف في الشمس، تحت وطأة هالشمس وحرها، عشان يبني هالوقف ويكون أحد أعمدته، ما راح ينقص من أجره شيء، وإن كان أجير ما راح ينقص من أجره شيء، وأنت راح يضاف لك أجر. فأغنموا الفرصة، أسأل الله لي ولكم القبول في القول والعمل. الله يجزاك خير. ختاما، من أبشع صفات العرب هو نكران الجميل.